بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وصلى الله على خير خلقه سيد الكونين والثقلين شافع المشفع أرسله الله رحمة للعالمين صادق المصدوق الذي لا يوجد مثله في العالم كله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين وأصحابه الذين ساعدوه في نشر هذا الدين الإسلامي، وقال الله في حقهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. معاشر الأحبة، إنني أحمد الله على أنه أتاني هذه الفرصة أن أتحدث إليكم في لغة العربية التي هي لغة الإيمان ولغة الإسلام ولغة رسالة المحمدية. فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال الله جل ثناؤه أيضا في سورة الأنبياء: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وفي سورة ياسين قال سبحانه وتعالى: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. في كل هذه الآيات حينما ينظر الإنسان إليها يجد ذكر الشكر في كل آية من تلك الآيات، وهذه بعض الآيات التي فيها ذكر الشكر، وهناك آيات كثيرة لا أستطيع أن أذكر كلها بل نكتفي على بعضها. إخوة الكرام، أولا لا بد أن نعلم ما معنى الشكر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. وقيل هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. والشكر على ثلاثة أضرب: شكر القلب وهو تصور النعمة، وشكر اللسان وهو الثناء على المنعم، وشكر سائر الجوارح وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه. ويقال الشكر على وجهين: شكر عام وشكر خاص. فأما الشكر العام فهو الحمد باللسان وأن يعترف بالنعمة من الله تعالى، وأما الشكر الخاص فالحمد باللسان والمعرفة بالقلب، والحمد يعني والخدمة بالأركان وحفظ اللسان وسائر الجوارح عما لا يحل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للطائم الشاكر من الأجر مثل ما للصائم الصابر. وفي حديث آخر الذي ورده عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، ومن لم تكن فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه كتبه الله شاكرا صابرا. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. وعن صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له. والأحاديث أيها الإخوة الواردة في الشكر كثيرا جدا. وقد روي عن سعيد عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: لسان ذاكر،
وقلب شاكر وبدن صابر وزوجة مؤمنة صالحة. فيا أيها الموحدون في الله، ينبغي علينا أن نشكر الله تعالى في كل أحيان. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الخير الذي لا شر فيه العافية مع الشكر، فكم من منعم عليه غير شاكر. وقال أيضا: إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا. ولهذا كانوا يسمون الشكر الحافر، لأنه يحفظ النعم الموجودة، والجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. قال الله تعالى في سورة إبراهيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: عليكم بملازمة الشكر على النعم، فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم. وقال رحمه الله تعالى: من عرف نعمة الله بقلبه وحمده بلسانه لم يستتم ذلك حتى يرى الزيادة، لقول الله تعالى الذي قرأته آنفا: وإن من الشكر النعمة أن يحدث بها، كما قال الله تعالى لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى: وأما بنعمة ربك فحدث. ومن الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في الشكر كثيرة جدا، ومنها قول علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر يتعلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. وقال بعض السلف رحمهم الله تعالى: النعم وحشية فقيدوها بالشكر. وأختم بقول بعض أهل العلم: من أعطي أربعا لم يمنع أربعا. الأول: من أعطي الشكر لم يمنع المزيد. والثاني: من أعطي التوبة لم يمنع القبول. والثالث: ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيار. والرابع: ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، واجعلنا يا ربنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولكل من له حق علينا يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين ووفقهم للعمل الصالح يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شيبنا ونسائنا وأطفالنا يا أرحم الراحمين، وبارك لنا ربنا في أرزاقنا وفي أعمارنا، ووسع لنا في ديارنا يا رب العالمين. ويا ناصر الضعفاء والفقراء والمساكين، ويا ذا القوة المتين.